مساء الخير طلاب سادس الاعدادي، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير. مراجعة قطع الكتاب الجزء الثاني راح نحاول نخليها ايضا باقل من 10 دقائق. اذا ما شفت الجزء الاول فحاول تشوف الجزء الاول اللي هو اول 5 قطع، وهنا عندنا ال4 قطع الباقية. فهنا عندنا قطعة لماذا العطل المهمة، الوحدة الخامسة، ليش العطل المهمة؟ Why are holidays so important؟ وهاي الأسئلة الوزارية اللي عليها. نجي إلى السؤال الأول، طبعا هذا عندكم تمرين أي صفحة 117. هذا التمرين مهم جدا، لأن ال5 نقاط كل واحد من ذولا متكرر أكثر من 5 مرات وزاري. فالأول هو the pressure of life وراها فراغ. هنا عندك اختيارات A B C بالتمرين، بس أنا خالك بس الاختيار الصحيح حتى أسهلها عليك. فمن يشوف the pressure of life تروح إلى الاختيار اللي يقولك cause health problems أو health problem، خليها مثلا health problems أو problem نفس الحالة. فهنا إذا كان فراغ نفس الشيء تحفظ الجواب، بس إذا كان اختيارات بس تختار الاختيار الصحيح. فممكن يكون سؤال، ممكن يكون اختيارات، ممكن يكون حتى صح وخطأ ممكن يجي، فتختار صح إذا كانت هاي العبارة صحيحة، وتختار خطأ إذا كانت غير اختيار. Some people don't take holidays because they don't think other people can do their work. يقول بعض الناس ما يأخذون عطل، ليش؟ Because they don't think other people can do their work، لأنه يعتقدون بأنه الناس الآخرين ما يقدرون يؤدون وظيفتهم، وهذا اللي نسميهم الworkaholics. Some people find out too late. بعض الناس يستكشفون متأخرين أو يكتشفون متأخرين that work is not the only thing in life. يعني العمل مو هو الشيء الوحيد بالحياة، يعني لازم ينطون وقت راحة لنفسهم. مثل ما قلت لك هذا تمرين اختيارات، يعني بي اي بي سي، بس أنا جاي أحط لك بس الاختيار الصحيح. We need to give our families and friends. نحتاج أن نعطي عوائلنا وأصدقائنا شنو؟ A lot of our time، الكثير من وقتنا. Holidays can give us a chance. العطل ممكن أن تعطينا فرصة لمن؟ To stop thinking about our problems، حتى نتوقف بالتفكير عن مشاكلنا. هذا بالنسبة إلى التمرين، هذا متكرر وزاري كل شهواية، تمرين أي صفحة 117. زين، هنا عندك ركز زين. إذا قل لك the pressure of life شنو يسبب؟ راح تقول لك can cause health problem. إذا قل لك the stress of modern life شنو يسبب؟ راح تقول severe problems. إذا قال لك high blood pressure شنو يسبب؟ راح تقول strokes and heart attacks. فاحفظ ذني كل زين، أحيانا يكون كلش متشابهات فأنت دير بالك. Define workaholics، يعني منو هم الworkaholics، عرفهم. أو يقول لك who are workaholics، أو يكون ممكن فراغ workaholics are. فأنت كل الحالات الجواب هو واحد، اللي هو people who think that their work is too important to leave it in the hand of others. هم الناس اللي يعتقدون بأنه عملهم جدا مهم ولا يستطيعون تركه في أيدي الآخرين. Holidays are important for everyone. صح لو خطأ؟ أكيد صح، العطل مهمة لكل شخص. Why are holidays so important؟ ليش العطل مهمة؟ إلها أكثر من سبب هذا، بس أنت تقدر تكتب هذا السبب. Because the stress of life can cause health problems. لأنه إذا ما أخذنا عطل فضغط الحياة راح يسبب لنا مشاكل صحية. Why do brain and body need a break? ليش العقل والجسم يحتاجون إلى راحة؟ Because if we push them too far، لأنه إذا ضغطنا عليهم زايد they will let us down، راح يخذلونا. Both brain and body need، العقل والجسم كلاهما يحتاج شنو؟ Need a break. هذا بالنسبة إلى why are holidays so important. ونروح إلى القطعة الثانية اللي هي لقاء مصرفي. في لقاء مصرفي عندنا هنا مثلا تلقون أكثر من سؤال، لكن يكون الجواب مالتهم واحد. What is one of the skills required of a banker؟ وحاط لك منها علامة استفهام. أو one of the skills required from a banker، يعني واحدة من المهارات المطلوبة منين؟ من البانكر اللي هو المصرفي. أو one of the banker's skills to be good at maths. فهنا ممكن صح وخطأ، ممكن فراغ، وممكن يكون سؤال وجواب. إذا كان فراغ أو سؤال يكون الجواب هذا to be good at math أو maths. إذا أجدتك صح وخطأ ولقيت good at maths راح تخلي true، وأتمنى تكون وصلت الفكرة بشكلها صحيح. A banker needs to be a good at architect، يعني يقول لازم، أو مثلا architecture في الهندسة المعمارية، أو يكون a good architect أو good architect أنه يكون مهندس معماري جيد. هو شايل المهندسة المعمارية، فهنا راح يعتبر false. The difficult part of a banker's job is شنو الشيء الصعب في مهنة البانكر؟
What is the difficult part of a banker's job? راح تقول he can't always approve a loan. ما يقدر دائما انه يعطي قروض للناس. What can the banker work with large companies do? يقول البنوك اللي تتعامل مع الشركات الكبيرة شنو ممكن تسوي؟ هذا ممكن يكون فراغ. Banks that work with large companies can, راح تقول, can help them improve and extend their businesses. تساعدهم انه يتطورون, improve and extend, يوسعون their businesses. Bankers always need to be good at financial subjects. Needs to be good at financial. هنا لازم نقول only needs only. هنا بنشوف كلمة only يعني يكونون جيدين وين؟ بس بالقضايا المالية. لا خطأ, ما لازم يكونون ملمين بأكثر من قضية, فهي راح تكون false. What makes a banker's job interesting? شو اللي يخلي وظيفة البانكر ممتعة؟ فراح تقول the variety, التنوع. How can bankers attract students? البانكرز شلون يجذبون الطلاب؟ By offering a special student account, بأنه يعرضوا لهم حساب خاص لمن؟ للطلاب, يسمونه special student accounts, يعني حساب خاص للطلاب. A banker needs to be a good communicator. يقول البانكر يحتاج أنه يكون متواصل جيد, وهذا الشيء فعلا يحتاج البانكر أنه يكون متواصل جيد, وهي راح تعتبر true. بالنسبة إلى صنع المال, يقول why is investing in stocks and shares risky business? Is it a risky business? Our risky business. ليش الاستثمار بالأسهم يعتبر خطر؟ Because people can lose money, ممكن يخسرون فلوسهم, and there are no guarantees, وماكو أي ضمانات. How can we invest money? شو نقدر نستثمر المال؟ أو money can be invested in many ways. المال كان ممكن أنه يستثمر بعدة طرق. فأنا ممكن يكون فراغ, ممكن يكون سؤال, بالحالتين الجواب شنو؟ الA مثلا عندنا in stocks and shares, هاي الطريقة الأولى اللي هو بالأسهم والسندات. In saving accounts, في الحسابات البنكية يعني اللي هو saving accounts, حسابات التوفير نسميها. property أو من خلال بالممتلكات, يعني تشتري ممتلكات وبعدين تبيعها نسميها property. What is the most popular investment in the UK nowadays? يقول أهم يعني عنصر استثماري أو أهم عنصر استثماري موجود بالولايات المتحدة هو investing in property طبعا, اللي هو الاستثمار بالأشياء. Saving accounts benefits people. يقول حسابات التوفير تنفع الناس اللي من أمه, أو saving accounts benefit people who don't need to access the money, اللي ما يردون يوصلون للمال. فهنا ممكن يكون true false, ممكن يكون فراغ. إذا كان فراغ يكون هذا جوابه من كلمة who don't need to access the money, اللي ما يردون يوصلون وين؟ إلى فلوس, يعني يخلوها بالبنك وخلاص تبقى هناك هي وحدة تنمو. فهنا إذا كان فراغ يكون جوابه هذا, وإذا كان صح وخطأ وشفت هاي المعلومات نفسها راح تقول هذا true. Why should people save money for the future? ليش الناس لازم يحفظون مال للمستقبل؟ هنا يقول to enjoy a good standard of living when they are older, حتى يتمتعون بحياة كريمة لما يكونون أكبر. Investing in stocks and shares is fun for some people, though will always make a profit. راح تقول is fun for some people, هذا اختيارات. يعني الاستثمار بالأسهم والسندات شو يعتبر؟ يعتبر ممتع لبعض الناس. Stocks and shares can be both فراغ وفراغ. يقول الأسهم والسندات الاستثمار بها ممكن يكون فراغ وفراغ. أول فراغ لو راح تب fun, يعني ممكن يكون ممتع, and way of making money, وطريقة لجمع المال ولكسب المال. Financially minded people, يقول الناس اللي عقليتهم المالية follow the markets, invest in stocks and shares, يتبعون الأسواق ويستثمرون بالأسهم والسندات, وهذا يعتبر أيضا true لأنه معلومات صحيحة. What do children learn about their pocket money? الأطفال شنو كنا نعلمهم حول مصروف جيبهم؟ إنه they learn not to spend it all at once, إنه ما يصرفوا كله, and put some aside, ويخلون فد شيء جانبا من عنده, يضمون من عنده, to buy something bigger later, حتى يشترون فد شيء أكبر بالمستقبل. أما بالنسبة للقطعة الأخيرة اللي هي using the library, استخدام المكتبة, فعندنا السؤال اللي هو why did the writer start coming to the library in Baghdad? ليش الكاتب بدأ يجي للمكتبة بغداد؟ وهنا the writer went to the central library, ومنطيق فراغ. اثنينهم جوابهم واحد, نقول to look for information that might help him finding a job, حتى يدور على معلومات ممكن تساعده في إيجاد وظيفة. How is the daily selection of newspapers is useful?
يقول ليش هاي النيوز بيبر الديلي كولكشن يعني المجموعه اليوميه ليش مهمه؟ اتس يوسفول تو نو وات جوبز ار افيلبل، مهمه حتى نعرف الـ يعني الوظائف المتاحه. ذا رايتر ريدز نيوز بيبر تو نو واتس هابينج ان ذا وورلد، يقول قرا المجلات والجرائد حتى يعرف ايش يحدث بالعالم، وش اللي بالعالم، هو يدور على وظيفه فتعتبر فولز. At the library, the writer learns how to apply for a job. يقول بالمكتبة تعلم شلون يتقدم إلى وظيفة وهي تعتبر true. The writer can borrow DVD from the library. يقدر يستعير DVD من المكتبة وهي تعتبر معلومة صحيحة. The writer can get information about the classes at the library. ممكن يعني يعرف معلومات عن الكورسات والدروس داخل المكتبة وهذا يعتبر معلومة صحيحة. When the writer was working in a bank, he gave people information about traveling. يقول لما كان يشتغل بالبنك يعطي معلومات للناس حول السفر للترافلينج، هاي تعتبر خطأ، البنك شالي بالسفر. The writer decided to look for a job because he failed in his work at the bank. لا هو ما فشل، هو قرر يغير بس هو ما فشل، هو سيدي يقول قرر يبحث عن وظيفة لأنه فشل في وظيفته بالبنك، هو ما فشل بوظيفته بالبنك فهي تعتبر false. The writer learns how important body language is in an interview. الكاتب تعلم بأنه البادي لانجويج اللي هي لغة الجسم مهمة جدا في جسد عفوا مهمة جدا في المقابلات وهذا أيضا يعتبر body language. هاي تعتبر true، ليش كاتب أنا false؟ هاي تعتبر true يا معودين، هاي true، هاي true، تعتبر true لأنه البادي لانجويج مهمة جدا بالانترفيوز فهي تعتبر true مو false. Why does the writer need to improve his English؟ ليش يريد يطور لغته؟ Because he wants to travel. He wants to travel. And هو يريد يسافر. What does the whole section of book about careers in the library describe? يقول هذا المجموعة مال الكتب بالمكتبة توصف شنو؟ They describe the various jobs and also the qualifications you need to do them. يقول توصف المجموعة المتنوعة من الوظائف الموجودة والمهارات الـ qualifications you need to do them اللي تحتاج تطيها لهم. Books with advice in the library help people to. يقول الكتب اللي بيها نصائح داخل المكتبة ساعد الناس على شنو؟ To find jobs، ساعدهم على إيجاد وظائف. هذا فيما يخص مراجعة وزاريات القطع. حاولت أخليهم أقل من ربع ساعة. أنت مخلص الجزء الثاني بالنسبة للقطع، لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى ما يفوتكم أي شيء جديد. شكرا للمشاهدة، وشوفكم الفيديو القادم إن شاء الله.